يوميات. يوميات طالب مبتعث. متجهاً إلى جامعتي وأولى النسمات التي تنبئ بدخول فصل الشتاء تلسع وجهي لشدة برودتها، لم أرى الثلج يوماً ولكنني أتمنى أن أراه هذا العام، كنت متحمساً جداً لذلك. سحبتني هذه الفكرة إلى الذاكرة حيث كانت ما زالت حاضرة بالأحداث، وتحديداً العام المنصرم نقلتني حيث كنت طالباً في عامي الأخير وأطمح بشهادة الدبلوم العام. بدأت عامي ذلك بكل نشاط وجدية، حيث كانت البعثة الدراسية حلماً يراودني، ووددت من كل قلبي أن يتحقق يوماً. لم يكن الأمر سهلاً علي، فكان لابد من أن ألغي الكثير من المتع الشخصية من جدولي، كما أسميها قائمة الأضاحي. كان لابد لي أن أضحي بساعات مشاهدة الأفلام التي أحبها، وأن أضحي بالمباريات اليومية التي أحب أن أشارك فيها، كما كان لي أن أضحي وأمتنع عن بعض النزهات التي أحبها مع أفراد الأسرة والأصدقاء. الأسرة، هنا تذكرت أمي عندما أعلنت عن رغبتي وطموحي في الانضمام إلى إحدى الجامعات خارج حدود الوطن. أذكر تماماً أن لون وجهها تغير وشعرت بصوتها المبحوح وهي تقول: ليش يا والدي تسافر وتتغرب؟ حاولت إقناعها بالفكرة وأنه ليست أكيد الحكم النتيجة النسبة التي سأتحصل عليها. والدي أيضا لم تروقه الفكرة، ولكن شعرت باحترام وتقدير لرغبتي وكم أنا ممتن له. لم يفرض علي شيئا لم أحبه يوما، بل كانت دعوته الصادقة دوما تقول: الله يوفقك يا والدي. نتيجة الفصل الأول كانت جيدة جدا، ولكنها أصابتني بالهلع والتوتر حيث لم تكن كما أتمنى وأتوقع، وتساءلت في نفسي: هل رفعت سقف الطموح عاليا يا ترى؟ نفضت عني النتيجة وقمت بالاستعداد أكثر، وكأنني في حرب ضروس لأحصل على ما أريد من نسبة في الفصل الثاني، وبالفعل تحسنت بشكل مقبول مقارنة ببعض زملائي الذين لم يستطيعوا أن يحافظوا على ذات النسبة في الفصل الأول. وبدأت التسجيل، سجلت الخيار الأول بعثة بكل قناعة، وكان لابد لي من وضع خيارات ثانية، وكم كانت هذه الخيارات تربكني، لأنها تؤكد لي بشكل ضمني أنني ربما لن أحصل على ما أريد وأتمنى. أصدقكم القول، لم أستمتع كثيرا بتلك الإجازة القصيرة، كنت أنتظر على جمر النتائج، والقلق أخذ مني الكثير. وأخيرا إنه وقت النتيجة، كنت أدعو في سري أن يهبني الله عز وجل ما أتمنى، وأنا أحاول البحث عن نتيجتي. وكم كانت سعادتي بالغة، حصلت بالفعل على ما أتمنى، وهذه السعادة طالت أسرتي رغم أنها لم تتمنى أن أفارقها للدراسة في الخارج، ولكن سعادتي أسعدت كل فرد منهم. أنهيت إجراءاتي سريعاً ودرست تماماً الخيارات المطروحة من الجامعات على حسب التخصص الذي أريده، وبالفعل تم كل ذلك،
وبالطبع لم يخلو من بعض التعب في المراجعات الدائمة لاستكمال كافة المتطلبات. رافقني والدي للمطار وهو يتلو علي النصائح والحكم، ولم ينسى من تذكيري أن الوطن أعطانا الكثير ولا بد من رد الجميل عبر إهدائه شهادة تساهم في بنائه. أنصت له بعناية وأكدت له أنني لن أخيب ظنه وسأرفع رأسه عاليا. في هذا اليوم تحديدا سأكمل تقريبا شهري الثالث وأنا في إحدى المدن البريطانية. أواجه الكثير من التحديات، أولها اللغة. تعرضت للكثير من المواقف الحرجة وكان لابد لي من التعامل معها، وإلا كنت سأعود من ثاني يوم. كل شيء تغير علي، الثقافة بإكملها، المحيطين بي، الدراسة، الطقس، ولكن كل ذلك أحاول التعامل معه بهدوء، وبطبيعة الحال البدايات صعبة. أشتاق جدا بلدي، أشتاق قريتي، أشتاق طبخ أمي. لا أجد شيئا يشبهه هنا، ولضغط الدراسة والوقت لا أجد أمامي إلا السندويتشات الباردة والمعلبة، يعني شيء على السريع. ورغم كل هذا فأنا سعيد جدا، وأحاول أن أستثمر وقتي بشكل جيد وأن أركز جدا في تحقيق حلمي والحصول على شهادة قوية في تخصص مهم. وما يسعدني وعبر الاستماع إليكم أنني أشعر دائما بهذا القرب، أشعر أنني معكم، هذا الأثير الذي يصلني عبر المحيطات من جوالي الصغير. كم أنا محظوظ بتطور التكنولوجيا والاتصالات، لا أبالغ إن قلت لكم أنتم تخففون علي الكثير من الحنين لمناسبات أحبها، وللحظة وأنا أستمع إليكم أشعر أنني في بيتي وفي حضن أسرتي. فشكرا من القلب لكم. التوقيع يوميات طالب مبتدئ.